طيب ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ أيوة، أنا فاطمة سالم القاضي. يعني والدي هو سالم القاضي، اللي هو كان رئيس جمعية الإسعاف. زمان كان اسمها جمعية الإسعاف الأهلية، تطورت بعد كده ودخلت في وزارة الصحة وأصبحت مركز الإسعاف في إسماعيلية في شارع سعد زغلول. وطبعا بقاله دلوقتي، يعني او هو في وقتها هو فتح يمكن 24 فرع في جميع مراكز وقرى المحافظة. ايه اللي والدك كان بيحكيه عن 25 يناير؟ والله كان بيحكي حاجات كتير اللي هي معروفة عند الناس اللي في سني، واللي احنا بنكتبها عشان انتوا تقدروا تعرفوها، عشان ولادكوا يعرفوها. يعني ازاي في حاجات ما اتقالتش وقتها، طبعا اتقالت بعدها. يعني عملية ان الاسعاف يساهم في حماية الفدائيين دي حاجة مش قليلة، ان يحطوا اسلحة مكان الميت، كأن الميت ده رايح يدفن في القرفة وهو فيه أسلحة، والناس تمشي في الموكب بتاع الجنازة عادي. فطبعا ده كان عايز قلب من حديد عشان يتحمل مسؤولية هذا الشيء. طيب ايه البطولات اللي شفتي والدك بيعملها وايه الأوسمة اللي خدها؟ هو إذا كان على عيد الشرطة طبعا كان حاجات كتير، لأن هو ساهم في العملية. طبعا لما الإنجليز ضربوا في كتير بقى قتلى وجثث، يمكن حاجة كان في حاجة بتاع 50 أو 55 شهيد يعني، وبتاع 70 تقريبا كل دول من جنود الشرطة، وكان في بعض من الناس المدنيين، هم ما بيفرقوش بين مدني وشرطة وغيره. وهو بيدربهم في مدرسة اسمها مدرسة صغيرة، مدرسة الإسعاف للإنقاذ، إزاي ينقذ الجريح ده، زي حكاية النفس الصناعي والحاجات اللي بتعمل دي، والحقن، حاجات كتيرة. كانوا ليا كتاب هنا، كتب كان هو سايبه، اللي هو إزاي يتم عملية الإنقاذ للناس. فضمهم بقى يضم الناس دي كلها لدرجة